فجرينا عزباتون مثلنا لا إله إلا الله أكرمنا منك بنظرة يا أبا زهراء والقاسم وعبد الله سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالي صلى وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب وصاله يقظة ومنى سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون يا شرف يا ربي صل على محمد
محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرام داء يدعو إلى الحال. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تهجى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وله ومن للحبيب يا عشاء. يا رب صل على محمد ومن بهبل النبي توثق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل الله الله. يا ربي صل بلغه الوسيلة. يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي وارضى عن المشايخ. فعديت إلى حبيبي فحد عيا قلب ورفقا. رقت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا. فعديت إلى حبيبي فحد عيا قلب ورفقا. صلي على محمد السلام.
السلام عليك يا اللهم صل وسلم عليك. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبضائع رات عنك يا مكي يسعى الخالقه فعداه الوحي فعشرا. قلب يسعى الخالقه فعداه الوحي فعشراك. اقرأ اقرأ يا محمد السلام يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. Yeah.
أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا خير العالم يا بدر الدمام أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فكل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجد وعظم شأنه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليه علمه، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقي وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادات والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدس الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر افراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثره ترداد، حيث ابرز من عالم الامكان صوره هذا الانسان، ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى، جل من شرف الوجود بنور أمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى بمجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق حلم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارتي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقى بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. مولاي صل على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. Thank you.
Yeah.
عليا يكفيك عادي يا نور عيني يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال
صلاة يتزل بها روح المصلي عليه به، فينبجد في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتكوا صهوة المجده بقربه، وتفيعوا دلال شرف العصر بوده وحبه، ما أثر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين. هاول لوصف الجمال المدرك والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصناف الكريمة والبطون، فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت، وأدهرت من سر هذا النور ما أدهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصناف الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبحر. تعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعسر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من زيار أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلقي بهذه الحضرة الكريمة، ولاعد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحاني بروحي ذلك النعيم. الله صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أنت نور الله فجرا جئت بعد الأسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضري، أنت هادي وصفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول عليك، يا
الطيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات بقلبي حب خير الرسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام وبريدك من نفس ايدك خدامك ومريدك لكد الحسنين احبك وبريدك من نفس ايدك خدامك ومريدك لكد الحسنين يا جد الحسنين
إمام الهضرة سلطان الغيب يا أيها الناجي كالورد نادي الله الله عذر حي مقيدا مسدا خير المرايا يا علي
لكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوان صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا دواء وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد أن القلم يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حفظ نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزى في حدائقه الأسماع والأبصار. فقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. فقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. فقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية واستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة تنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة
والجوهرة المصونة، والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة، معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تلأت السماوات متضمخة بإتر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروح الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وطن هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على للوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والقدرة كشف انقناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي Oh.
فكافين أسري تفرد يا نبي. Yeah, but
مرحبا جدة الحسيني مرحبا مرحبا. Borong Mister DIY lagi. Ya Allah, Rabbi, kini dunia ya Allah. Berkatil Hadi Muhammad ya Allah. Wa'atina ma قد سعلنا يا الله من عطاياك التسامي يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله يا الله واكرم الارواح منا يا الله بنك خير الانام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدك أن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السلم واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس أقوياء من البرية صلى الله عليه ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه فما من خلقه في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعانى مجدها أخذت عنان جمسها بعنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد علم من وقائع مولد النبي الكريم
وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالعمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحط رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم إمدادك في عبادك وساقي قوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقي من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ومجابي من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران
والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وعم ببركتي وشريفتي أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيده بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آل وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang tadi bacaan maulid Simtud Durar dari Maulana Habib Zainal Abidin beserta Hadirah Az-Zahir. Berikutnya adalah sambutan dari sesepuh Kota Solo akan diwakili oleh Maulana Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Untuk itu waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Maulana Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi